يا أوسة، كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، استوقفني تعليق قاله كابتن محمد عبد المنصف أو تصريح إن محمد الشناوي حارس مصنوع مش موهوب، وإن الشناوي مش هيكمل في الملاعب لغاية 40 سنة. يعني والله في تعليقات كتيرة جدا الواحد ممكن يقولها، وأنا تحديدا ممكن أقولها وحضرتك تحديدا، ولكن أنا مش هتكلم في هذه الأمور. لكن حضرتك يا كابتن محمد حارس مرمى سابق وفاهم كويس جدا، ما يصحش تقول مثل هذا الكلام على حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي. وبعدين يا كابتن، يعني أنا آسف جدا، ما حدش طلب منك تقييم لمحمد الشناوي. احنا 70-80 مليون اهلاوي يمكن اكتر شويه عارفين قيمته بالنسبه لنا ايه، وبنعرف نقدر لاعبينا بشكل جيد، وبنعرف نحافظ على لاعبينا بشكل جيد. وبعدين كلامك غير منطقي، الشناوي مش اسلام ولا جمهور الاهلي، افضل حارس مرمى في افريقيا وواحد من الحراس العظماء في مصر وافريقيا وتاريخ كره القدم المصريه من وجهه نظري، وواحد من أبرز حراس المرمى تحقيقا للبطولات المختلفة سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. فتصريحك يا كابتن محمد هو تصريح غير موفق على الإطلاق. يعني الكابتن الشناوي لو جينا نتكلم عن بطولاته فممكن تلاقيه واخد أكتر من 6 بطولات، ممكن يبقى واخد أكتر من 6 بطولات كتير. فبلاش ندخل في الحته دي، عشان كابتن محمد تحديدا، يعني اذا كنت تريد ان تتكلم عن تقييم فني انت حر، قول اللي انت عايزه. والله الشناوي ما بيعرفش يصد من ناحيه اليمين، ما بيعرفش يصد ناحيه الشمال، حضرتك ادرى مني في هذا الكلام. ولكن لما تيجي تتكلم تقول اصل الشناوي مصنوع ولا مش عارف ايه ومش هيكمل لغايه 40 سنه، طب لو كمل 40 سنه الناس هتعمل ايه؟ حاجه غريبه جدا. انا تصريحات اليومين دول بشوفها وبسمعها بتزعلني جدا والله العظيم. الناس دي ناس، يعني كابتن مدحت ده واحد من المعلقين الكبار جدا، فازاي بيدخل امام عاشور في مباراه النصر والبتاع والنصر والهلال، وسالم اصله بيقع، فبص يا امام بيقع ازاي، حاجه غريبه. كابتن محمد عبد المنصف واحد من الحراس الجيدين في مصر ومدرب حراس مرمى جيد، واللي انا عارفه ان هو يعني ماشي بخطى جيده في حراسه المرمى، فبالتالي ايه اللي دخل صناعي وموهوب ومش موهوب والكلام ده كله؟